السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 4 أسابيع ومن خلال مقدمة الحلقة في ذلك التاريخ قلت لكم بأن العالم على حافة الانهيار للنظام القائم بكل تفاصيله، وقلت أن الأيام والأسابيع الآتية توقعوا في كل لحظة الانهيار للنظم الآنية القائمة واستبدالها بنظم أخرى. ومرة أخرى أكرر عليكم الكلام، ولقد رأيتم بأعينكم بدايته بعاصفة الزلازل التي سوف تمر عليكم ولن تنتهي بعد. وأيضا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وجود أجسام طائرة غير معروفة وأسقطتها. وكما تشاهدون في الصورة الخلفية أمامكم، وحسب قناة CNN والفوكس نيوز والمقابلة التي أجريت مع قائد قوات الدفاع الشمالية، بأن هذه الأجسام الطائرة تطير على ارتفاع 20,000 قدم، وهذا الارتفاع هو نفس الارتفاع للطيران المدني. وحين سؤال القائد قد تكون هذه الأجسام لدولة أخرى وأنتم ما أسقطتموه، قال القائد لا ليس كذلك، وهي أجسام مجهولة ومن ممكن آتية من كواكب أخرى، هكذا هو يقول. ولكن الغريب بالقضية، بنفس اليوم التي كانت فيها هذه المقابلة أعلنت الصين بأن أمريكا انتهكت المجال الجوي الصيني بواسطة المناطيد 10 مرات خلال السنة الماضية. وأرجو متابعتكم واشتراككم بالقناة ونشرها على أوسع نطاق، وسأتيكم بأخبار أشد غرابة من هذه وبالصوت والصورة، لذلك أرجو المتابعة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، آية 41-42 من سورة قاف. ولا تتصور بأن يوم الخروج هو آخر الزمان أو يوم القيامة أو ما شابه ذلك من التفسيرات الاعتباطية، لا ليس كذلك. كما أنوه لكم ومن خلال قراءة للتعليقات الواردة من المشاهدين الأعزاء بأنهم يسألون عن أشياء أنا وضحتها في الحلقة نفسها أو في الحلقات الماضية، وهذا دليل على عدم إكمال مشاهدتهم للحلقة أو مشاهدتهم للحلقات الأخرى، مع العلم بأني دائما أذكر بأن القضية الفلانية شرحتها بالحلقة الفلانية. وأقول لكم وأكرر، الذي يريد أن يستفيد أكثر ويكون على بينة من أمره فعليه أن يتابع المعلومات التي أطرحها عليكم، وكلها بأدلة وبراهين من القرآن والموروث الإسلامي والحسابات الحقيقية للقوانين الفيزيائية الحقيقية. فعليه أن يبدأ بمشاهدة الحلقات من البداية، وبالتالي سوف يحصل على نتيجة يستطيع من خلالها دحض كثير من الخزعبلات والفرضيات الخيالية المركوزة في عقله، والتي أسموها زورا بأنها علوم وهي عبارة عن خيالات لأناس همهم الوحيد هو السيطرة واستعباد الآخرين. لذلك أرجو من المشاهد الكريم الانتباه والملاحظة ومشاهدة الحلقات إلى الأخير لأنها مترابطة، وأيضا أرجو الاشتراك والنشر لتعم الفائدة على الجميع. أعلنت وكالة ناسا قبل أيام عن اكتشاف جديد في السماء، وهو وجود سحابة جليدية تحتوي على شموس في بقعة من السماء باردة ومظلمة، بل وحالكة الظلمة جدا من السماء، وبالخصوص في منطقة أسموها بسحابة الحرباء، وهي من أشد الأماكن ظلمة وبرودة في هذا الكون الذي نراه، ودرجة حرارتها تحت الصفر المطلق الذي يستحيل الوصول إليه، بل وحسب قولهم بأنه ليس فيها طاقة على الإطلاق، وكعادتهم بتمرير الأخبار للناس على أساس إنه كشف لم يسبقهم إليه أحد، وأيضا زيادة سجل الاكتشافات إلى تلسكوب جيمس ويب القابع في اللامكان. لكن قبل أن أدخل بالموضوع وتشعباته، أقول لكم بأنني بتاريخ 14 تموز يوليو 2021، يعني قبل سنة ونصف من الآن، نشرت حلقة من الحلقات على اليوتيوب، وتكلمت فيها عن وجود جبال الثلج بالسماء، واستدللت بآية 43 سورة النور: ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آية 43 سورة النور. والشيء بالشيء يذكر بأنني أول من تناول هذه الآية بالشرح المفصل والتفصيل، ومن خلال الآية بأن جبال الثلج موجودة في السماء خلاف كل المفسرين للقرآن
الماضين في وقته وفي وقتنا الحالي. ومن خلال الشرح لهذه الآية أثبتت وبالدليل القاطع وبعد الرجوع إلى الأحاديث الواردة لتفسير هذه الآية عن طريق صاحب النص النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين بأن السماء فيها جبال من ثلج، والذي يريد أن يرجع إلى الحلقة وكما ترونها في الصورة خلفي، وأيضا سأكتب لكم الروابط لهذه الحلقة وأيضا الروابط التي نشرت هذا الاكتشاف لجبال الثلج في السماء، وإليكم بعض المقاطع من الحلقة، واللي يحب ليرجع إلى اليوتيوب ويتأكد من كلامي هذا. أما التفسير الكبير للطبراني الجزء الرابع صفحة 442 يقول وينقل عن ابن عباس أي من جبل في السماء، وتلك الجبال من برد، أخبر الله أن في السماء جبالا من برد. ومنهم من قال بأن ذكر كلمة الجبال هنا هي كناية وتشبيه عن السحب التراكمية، وهي تشبه الجبال في شكلها، بمعنى أن الله سبحانه يتكلم عن الغيوم وقال عنها جبال. واستطيع القول معظم التفاسير حينما يعجزون من الوصول إلى حقيقة الآيات يلجؤون إلى التفسير الاعتباطي وما أكثرهم. وقال آخرون بأن فعلا يوجد جبال من البرد والثلج في السماء. أعلن هذا الخبر من قبل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية والفريق المشرف على بيانات تلسكوب جيمس ويب بأن من الممكن وجود اللبنات الأساسية للحياة داخل هذه السحابة الجليدية التي تبعد عنا حوالي 500 سنة ضوئية حسب مقاييسهم، وتسمى هذه السحابة بالحرباء وتقع على سطح الفقاعة المحلية. وبهذه المناسبة أيضا بأنني وقبل عدة حلقات أيضا نشرت حلقة عن اعتراف ناسا بالقبة السماوية والتي أسموها بالفقاعة المحلية، والتي حسب قولهم بأن مجموعتنا الشمسية حسب تسميتهم تقع في مركزها ولا يوجد غيرها في داخل هذه الفقاعة، وهذا بحد ذاته هو اعتراف صريح ولا يقبل الشك بالقبة السماوية، وأن النجوم التي نراها كلها تقع على سطح هذه الفقاعة. أليس مثل هذا الكلام هو وصف واضح يشترك مع مفاهيمنا في بناء الصورة للملكوت كما يصفها القرآن، وليس كما يصفونه هم من فضاء وفراغ وغير ذلك من الخزعبلات. واللي يحب يرجع إلى مشاهدة الحلقة ورابطها في الديسكريبشن مع الروابط الأخرى. والغريب وحسب ادعاءاتهم وكأنهم يعترفون بدون قصد منهم وحسب حساباتهم بأن هذه الفقاعة تبعد عنا 500 سنة ضوئية حسب تسمياتهم. وكما تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما جاء في الحديث عن ابن عباس مرة وعن أبي ذر مرة وعن قتادة وغيرهم، وموجود في تراث جميع الطوائف الإسلامية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وغلظوا كل سماء مسيرة 500 عام، إلى آخر الحديث الشريف. والذي يتفكر في هذه الأحاديث وهذه الاعترافات من قبل وكالة ناسا، من قبل وكالة الفضاء، والأرقام التي يحكون عنها، يستطيع أن يرسم صورة واضحة لجزء من الحقيقة المخفية وتطابقها مع الآيات القرآنية. وهذه دعوة للذين يبحثون عن الإعجاز القرآني، شرط أن يضع القرآن هو الحاكم على العلوم وليس العكس. وكما تشاهدون وتسمعون بأنني الوحيد الذي تكلم عن هذه الاكتشافات وترتيبها بصورة صحيحة، خليني أرجع إلى الموضوع، وإن هذه المنطقة المظلمة الحالكة الظلمة التي أسموها بالسحابة الجليدية، فإن درجة حرارتها 298 درجة مئوية تحت الصفر، لاحظوا تحت الصفر، وطبعا هذه الدرجة أقل من الصفر المطلق والذي مقداره 273 درجة مئوية تحت الصفر. وهذه الدرجة لا يمكن الوصول إليها على الإطلاق على الأرض، لأنها تحتاج إلى طاقة كبيرة جدا قد تصل إلى ما لا نهاية لغرض تشغيل أجهزة للحصول على الصفر المطلق، وإنما عرفوها من خلال الحسابات النظرية فقط، ومن المستحيل تحقيقها في الواقع وحسب اعترافهم هم. فكيف إذن بدرجة حرارة أقل من الصفر المطلق بمقدار 25 درجة مئوية أخرى؟ فهذا ما لا يصدقه العقل ولا تنطبق عليه حتى الحسابات النظرية. وطبعا بأن مثل هذه السحابة الجليدية منها يمكن بناء الكواكب والنجوم والمذنبات التي تحمل عناصر تكوين الماء،
وغير ذلك حسب قولهم. ونشر هذا الاكتشاف السحابة الجليدية العديد من المجلات العالمية المتخصصة بمثل هذه الأمور، منها الديلي ميل والسايتك ديلي والبي بي سي والموقع الرسمي لتلسكوب جيمس ويب وغير ذلك، وأيضا مجلة نيتشر المختصة بنشر الدراسات والاكتشافات العلمية. إذن هذا اعتراف صريح وواضح على وجود جبال الثلج والجليد والبرد. طيب خليني أوضح لكم كيفية تدبر آية جبال البرد أو الثلج التي ذكرتها في بداية الحلقة، وكيفية تفكيك وفهم بعض من خفاياها. ولكني وقبل كل شيء، بعد أن رجعت إلى تفسير صاحب النص لهذه الآية الكريمة وتأكدت بأن هذه الجبال التي ذكرها الله سبحانه هي فعلا جبال من ثلج وموجودة في السماء وليس تشبيه أو مجاز أو غير ذلك كما يدعي بعض المفسرين للقرآن، ببساطة شديدة ولا أريد أن أطيل عليكم، نحن في حيز مغلق وليس كما يقولون. طبعا اختلف المفسرين الماضين في هذه الآية اختلاف شديد، فمنهم من ينكر وجود مثل هذه الجبال ومنهم من يقول بوجودها مثل ابن عباس. أما بالنسبة للمفسرين المعاصرين فإنهم يقولون ما تقول وكالات الفضاء ولا يلتفتون إلى ما يقوله الموروث الإسلامي. أما بالنسبة إلى الموروث الإسلامي الآتي من النبي وأهل بيته الكرام عليه وعليهم السلام، فإنهم يقولون أو بضرس قاطع بوجود جبال البرد في السماء. خليني أتدبر في متنها ومن خلال النحو والقواعد فيها. في الجزء الأول من الآية إن الله سبحانه وتعالى يصف لنا كيفية تكوين الغيوم الماطرة ونزول الماء منها. ألم ترى أن الله يسجي سحابا، ترى فعل مضارع، وتعرفون أن الفعل المضارع يفيد الاستمرارية في العمل لما شاء الله. أن حرف توكيد وواضح عمله، الله لفظ الجلالة مبتدأ، يسجي سحابا، يسجي أيضا فعل مضارع، وكلمة يسجي تعني دفع وتسيير الشيء برفق، وهنا أن الله سبحانه يدفع ويسير السحاب بقوته وقدرته ومشيئته، وكما في الآية 66 سورة الإسراء ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر إلى آخر الآية. هسه يطلع واحد ويقول السفن تعمل الآن بالوقود، والجواب على ذلك أن الوقود أو أي طاقة أخرى هي من خلق رب العالمين، ولذلك تنطبق الآية عليها. وأكمل لكم الآية ثم يؤلف بينه، وهنا نرى بأن الوحي استخدم كلمة ثم وهو حرف عطف، وفي هذه الآية يفيد الترتيب والتتابع والتراخي مثل دخل الرجال ثم النساء، يعني دخول الرجال وبعد فترة دخول النساء. يؤلف بينه، يؤلف فعل مضارع أيضا وهو يفيد الاستمرارية لما شاء الله لهذه العملية، ومعناه يجمعه ويمازجه. ثم يجعله ركاما، أي يجعله ذات كثافة وكمية كبيرة، فترى الودق يخرج من خلاله. الفاء حرف عطف ويفيد الترتيب والتعقيب، مثال الذي خلقك فسواك فعدلك، الودق قطرات المطر كثير كان أم قليل. وكما تلاحظون أن الجزء الأول من الآية تم المعنى المراد لنزول المطر أو الغيث. بعد ذلك لنذهب إلى الجزء الثاني من الآية، وينزل من السماء، الواو حرف عطف، ولكن أرجو الانتباه معطوف على ماذا؟ إنه معطوف على أول الآية على كلمة يسجي، بمعنى معطوف على الجزء الأول من الآية، مثل ألم ترى أن الله يسجي، يكون الجزء الثاني على سبيل المثال ألم ترى أن الله ينزل من السماء إلى آخر الجزء في الآية المباركة. وهنا واضح أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بجبال الثلج الموجودة في السماء، وأعيد عليكم قراءة الجزء الثاني ولكن بتصرف وتأني، وينزل من السماء، ماذا في السماء؟ من جبال فيها. من ماذا تتكون هذه الجبال؟ من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء إلى آخر آية. ولكن لماذا قرأتها بهذه الصورة؟ أنا أقول لكم لأن مصطلح من السماء، المن هنا حرف جر مكاني يعني من السماء والسماء مكان، أما المصطلح الثاني من جبال فيها، وهنا أيضا المن أيضا للمكان وتعني بأن هذه الجبال مكانها السماء. أما المصطلح الثالث وهو من برد،
المن هنا بيانية، أي لتبيان ماهية الجبال ومما تتكون، وهذا بيان شديد الاختصار لتدبر هذه الآية بعد أن تيقنت وبواسطة الموروث الإسلامي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود مثل هذه الجبال في السماء. والذي يحب فليرجع إلى حلقة جبال الثلج، ففيها توضيع أكثر وتجدون الرابط في الديسكريبشن. ومن هنا أستطيع القول بأن الذي يبحث عن الإعجاز العلمي في القرآن، وأن القرآن كله إعجاز، فعليه أن يكون على يقين تام بأن الآيات القرآنية هي الحاكم، ومن ثم يبحث في العلوم وعلى هذا الأساس. ومثل ما قلت لكم بأن اكتشافاتهم هي عبارة عن نقطة في بحر من العلوم الموجودة في القرآن، وأيضا اكتشافاتهم مشوشة وغير دقيقة، لأنهم يعتمدون على بيانات آتية من الحواس، ويعتمدون على فرضيات خيالية، وبالتالي تكون اكتشافاتهم مشوشة وغير كاملة، وخصوصا أن كثير من الأسس التي يعتمدون عليها غير صحيحة على الإطلاق، وآتية من شياطين الإنس والجن. وشكرا لكم على المشاهدة والإصغاء، وفي أمان الله.